هلا ومرحبا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. تحضرون اليوم عبر شاشة قناة الفجيرة في برنامجكم فوالة. مشاهدينا احنا مستمرين وياكم طيلة ايام شهر رمضان الفضيل. التزموا منازلكم، واحنا الحين جايين بس في هذه الحلقات القادمة واليوم عشان بس نسعدكم. مساكم الله بالخير ومساك الله بالخير مروة. مساك الله بالخير والنور والسرور يا حمدة، ومساكم ورد وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامجنا، اكيد برنامج فوالة. ليلة إن شاء الله بتكون مميزة ويا ضيوفنا المميزين، ولكن قبل لا نبدأ أول شيء دوم نسأله يا حمدة، كيف كان يومك؟ اليوم أحس كان... اليوم كان تعب، بليز لا تقولين أوكي. صح والله العظيم كان تعب، ما أعرف مروة والله العظيم جد، يعني إحنا ينكون كلنا تعبانين ينكون كلنا مرتاحين، ما أعرف ويخص اليوم ولا إحنا فعلا. عشان قريبين من بعض وايد نفس لأن اليوم. صح فعلا، يمكن في أشياء في توافق بكل شيء أنا وأنتي، وتوافق ذبذبي ننقل كل شيء لبعض ونحوله لبعض. ولكن شو رأيك قبل لا نبدأ أيضا نتحول ونروح عند زميلتنا غاية وخالاتي، يسعد مساكم. مساكم اسعد، مساء الجمال والدلال اليوم، مساء الخير طيبات ان شاء الله. شو اموركن؟ الحمد لله تمام. اليوم مجهزين لكم محله ويا ام خميس، وانا عارف اني انا العسل لكن بعد بحط لكم شوية. حبيت وحلوه الثقه بالنفس، وكلنا اكيد كل النساء. حبيبتي ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في سابع ايام رمضان عبر برنامج فوالة على قناة الفجيرة. مساك الله بالخير أم سعيد. مساك الله بالخير. طيبة إن شاء الله. حالك حبيبتي؟ شو أمورك؟ الحمد لله طيبة. شو فطورك اليوم خالتي؟ شو فطورك؟ فطور اليوم هريس ودياء. يا برياني. سلام عليك. يا سلام. وأنتي أم خميس علومك طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله الحمد لله. أم خميس الحين مشغولة تسوي لنا المحلة، برد عندكن حمدة ومروة وبعدين تعالن حياكن الله فولنا ويانا. يا غاية أكيد حبيبي. بهذه الليلة المميزة يا حمدة بنبدأ باستقبال ضيوفنا. صحيح. ونقدمهم ضيفنا لي هذه الليلة ابن إمارة الفجيرة، مطلع الشمس، عروس الساحل، أرض الجبال والهضاب والسهول، الإنسان ابن بيئته، ينطبق المثل على مغامر عشق الجبال وجبال الفجيرة خاصة، وتنفس أكسجين رئة الإمارات وحفظ تضاريسها، حصى ورمل وأيضا نخل. نتحدث اليوم عن عاشق متيم حاز على ألقاب عالمية في المغامرات، ويانا اليوم في الاستديو المغامر العالمي سعيد المعمري. يسعد مساك. طبعا أكيد مروة، أنا بستكمل على حديثك هذا مع ضيفنا الثاني لي مساء هذا اليوم، هزاع سعيد الحبسي، اللي يعرف بين أقرانه وأيضا يعرف نفسه على حسابات مواقع التواصل باسم هزاع فزاع. شاب إماراتي مغامر متعدد المواهب، فهو فارس وطيار ومدرب خيول، دعا صيته برحلاته الاستكشافية ممتطيا حصانه تارة وأيضا أخرى يظهر على متن الطائرة الشراعية، مستكشفا عبرها الكهوف وأيضا الجبال والشلالات. أهلا بكم مشاهدينا، نتعرف أيضا مع مدرب الفروسية والمغامر هزاع سعيد الحبسي، تفضلوا. يا هلا كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم يا رب. الله أنتم بصحة وسلامة طال عمركم. والله يعني أنا ومروة خلنا نجزم موضوع واحد، إن إحنا جد نبى نتعرف على المغامرة، يعني يمكن إحنا متخوفين نوعا ما إحنا نشوفها، بس أبدا أكيد ما راح نروح لأي مغامرة، نتكلم عن مغامرات وبتعرفون عن مغامراتكم، لكن قبل إحنا نبى نعرف ملامح خلنا نقول رمضان 2021، يعني 2020 قضينا بالحجر عشان الجائحة وعارفين العالم كيف كان موجود، ولكن كيف كان رمضان 2021؟ بالعكس الحمد لله، نقول يعني الأعداد خفت بالنسبة للإصابات وبدينا نتأقلم نحن مع الوضع، وضع كورونا، والحمد لله يعني الوعي واتباع الإجراءات الاحترازية بالإضافة اللي هو التطعيم ضد فيروس كورونا، هذه كلها ساعدت على أن نحن نمارس حياتنا وفي وعي ونتأقلم مع الوضع اللي يمر فيه العالم بشكل عام. صحيح. بالنسبة لك أستاذ خليفة، كيف كان رمضان، خاصة أنه يعني بعدنا تقريبا أول أسبوع، يعني بعدنا من رمضان؟ والله الحمد لله الحين بدأنا نتأقلم في رمضان، أجواء رمضان يعني كالعادة يعني في نفسها ما تغيرت. صحيح. بس دخل وضع كورونا الحين الحمد لله قمنا يعني الأشياء الاحترازية
الوقايه، نشجع الناس حتى ياخذون اللقاحات، والحمد لله كلهم مستمرين على هالشيء. صحيح. زين في الرحلات، في الرحلات كيف تغيرت عليكم المغامرات؟ كيف غيرت، خلينا نقول رمضان والجائحه ايضا، كيف غيرت مغامراتكم الاستكشافيه اللي تروحون لها دائما؟ والله الحمد لله، يعني بالعكس نحن كل سنه نتطور ونبين اشياء جميله في دولتنا، مناظر جميله. والحمد لله انا واخونا سعيد يوم نستكشف اماكن جديده ولا شيء في الدوله نصير رؤن هو دائما نحط خطط يعني مع بعض ونطلع، يعني سواء انتوا ربع اصلا سعيد واستاذ هزام، والله ربع واخوان ما شاء الله، وانا ما اختار الا شخص ما شاء الله عليه. يعني ليش تختاره؟ هل هو مثلا مغامر مثلك او في شو نقاط التشابه بشخصياتكم؟ لأنه انا دوم بعد اختار حمده. الله يعطيكم العافيه. لا انا اختار اخوي سعيد لانه عنده خبره وريال ما شاء الله عليه، طالع على قمم في العالم جبل إيفرس وما شاء الله وهو مستمر على جبال. اوكي. فعنده خبره في مجالات، اذا دخلنا مكان صعوبه يكون مرتاح، يعني ما فيك خوف المفروض. هي انا يعني يوم يطلع يا سعيد امن. يمكن هذه المشكله بيني وبين حمده، انه لا هي مغامره ولا انا مغامره وما في حد عنده خبره. فيمكن هي تخاف تخوفني بزياده، ولكن انتم في حالتكم انه يمكن حد يشجع حد، لان حد عنده يمكن خبره في مثلا الجبل اكثر من شخص اخر، فيمكن شوي يكون في تشجيع نوعا ما. صح. بالعكس يعني انا لما اطلع مع هزاع، هزاع ما شاء الله عليه عنده ثقه ما يخاف، ومعاك ندخل يعني هو الحمد لله حاط الثقه، طبعا الثقه بالله سبحانه وتعالى وفيني انا، فيوم نعزم على شيء عارف انه ما بيرد، فعشان كذي دائما احب اني اطلع مع هزاع، هو قد الشغل وقد المهمه اللي نقوم بها دائما يعني. لكن استاذ السيد خلينا نقول احنا مثلا بالمنطقه الشرقيه عندنا نوعا ما المنطقه الجبليه يمكن تساعد ايضا المغامرين على تواجدهم في هاي الاماكن دائما، واحنا لما عرفناكم عرفنا انكم دائما تروحون للمناطق الجبليه خلينا نقول والكهوف اكثر، ما تعتبر هاي الاماكن من اصعب الاماكن للاستكشاف والمغامره؟ يعني تنبذ روح المغامره في الاستكشاف، في الغموض، في الأشياء هذه غير مستكشفة والصعبة، هني الواحد يحس إنه قاعد يمارس مغامرة، قاعد يكتشف، قاعد يقدم شيء جديد. أما الأشياء المعتادة يعني ما تحس إنها تضيف لك شيء. نعم. ليش رأيك هزاع؟ إيه نعم. وثاني شيء نحن نبين الموجود ويانا في الدولة، المدفون، شو الموجود؟ كنوز، كهوف، وكانوا شو أجدادنا يعيشون في الأماكن هذه، ترى أهلنا كانوا يعيشون في الأماكن هذه. حتى ايام البرد وشي كانوا يدخلون داخل كهف عشان يدفوا، وبنفس الوقت كانوا يخلون الزرب يعني حق المواشي عندهم الراعي. صح. في الاماكن هذه فعلا، فنحن يعني نطلع هاي الاماكن نروح، لان من شده الصعوبه يعني لو الواحد يروح هاي المناطق الجبليه يحس بتعب، يحس ما ادري شو، لكن بنفس الوقت يعاني كيف كانوا اهلنا يعيشون بالاماكن المناطق هذه. يعني الإمارات كان أول كيف كان، خلنا نقول كيف كانت المعاناة قبل سابقاً، كيف كانوا أهالينا. بس بالعكس والله يعني أنا ما أحس أنها كانت تنطبق عليها كلمة المعاناة، لأن حياتهم كانت نوعاً ما أسهل من اليوم، الحراف وتواجدهم مع بعض يمكن سهلت هذا الموضوع، ما أعرف إذا توافقوني الرأي ولا لا. هي شوف نحن معنا التطور اللي حاصل نحس أنها هذه. لين ما نجاوب أستاذ سعيد بقى هويكم لازم فينا رقاد. والله انا اشوف القهوه وهذا هني ما شاء الله هني يعني محطين القهوه وما قهويناكم السموحه. ما يحب الساعه. يلا كمل حديثك استاذ سعيد. التطور اللي صار نحن نحس ان هذه يعني انولدنا على الرفاهيه وعلى التطور اللي حاصل، فنحس ان هذا كان صعب سابقا، لكن في الوقت اللي كانوا فيه اهالينا كانوا معتادين على الاجواء، معتادين على الطبيعه في هذاك الزمان. لكن نحن نقارن نشوف ان بالفعل كانت في صعوبه، يعني الحمد لله لان حيينا على الحياه السهله شوي. والحين الحمد لله بعد التواصل الاجتماعي هذا بدانا يعني بدانا نصور ونراوي الناس هاي المناطق الجميله. تعرفوا وين خدمتونا فعلا؟ تفضل. في مبادره الشيخ محمد بن راشد اجمل شتاء في العالم. شتاء فعلا طلعت ودعمت حتى خلينا نقول الدوله وايضا المغامرين، يعني احنا كنا نشوف رحلاتكم عشان نتعرف. تسلمين مروه على الاماكن بدوله الامارات. يعني يمكن في فكره انا حابه اتكلم عنها شفتها مره
اللي هي دائما المغامرين من برا دولة الإمارات لما يجون يغامرون في الدولة، ما أعرف إذا توافقوني الرأي ولا لا، دائما يغامرون في خلنا نقول المناطق المتطورة، يعني أشوفهم دائما ما يتسلقون برج خليفة ويروحون السفاري وهذه الأمور. يمكن ليش تتوقعون من وجهة نظركم كمغامرين اللي برا والمغامرين برا يجون دائما للمناطق خلنا نقول المتطورة بدولة الإمارات؟ أمانة ترى ما عندهم فكر، يفكرون إن الإمارات عبارة عن صحراء وبراج. هي الصحراء وبرج خليفة فعلا. البارت هذا يختارون يمكن أكثر مكان شهرة في العالم. يعني. فهذه المنطقة للأسف إنه ما تروجت بالطريقة الصحيحة. فبدينا الحين ما شاء الله كثير من الشباب جزاهم الله خير بدوا في مجال المغامرات يبرزون المعالم الطبيعية الجميلة عندنا ككهوف كجبال كوديان. فالحين أصبح الناس يعني أتينا من خارج الدولة عشان تستكشف الأماكن هاي الطبيعية. صح. وأمانة يعني خاصة نتكلم عندنا كبحر، عندنا اللي هي السفن وعندنا المغاصات من أجمل المغاصات الموجودة في العالم، لكن ما تروجت بالطريقة الصحيحة. الحين بدأت الناس تعرف عنها، الجبال كذلك الكهوف، بدوا يحبوا خاصة توجه العالم نتكلم بشكل عام، أصبح للطبيعة، أصبح للسياحة البيئية، سياحة المياه، سياحة الطبيعة، فيبحثوا عن هذه. والحمد لله هاي موجودة، يعني كلها يعني في وضع كورونا العالم انصدمت إن معقولة هذا الطبيعة الجميلة موجودة في دولة الإمارات. يعني فضل الله وجهود الشباب هزاع وأنا وكثير من الشباب اللي روجوا للمناطق هذه وبدت يعني تطلع تنافس حتى الأماكن المتطورة. صح. هزاع يعني ذكر العديد من الأماكن أستاذ سعيد اللي رحتوا لها ويا بعض، وأنتوا الاثنين أيضا مغامرين، ولكن شو أكثر مكان يعني سرت ويا سعيد شعرت بأن فعلا هذا المكان فعلا جميل فعلا شجعك عليه سعيد؟ سعيد ليش مبتسم؟ هو المكان اللي يربطني يعني دائما أتكلم عنه هزاع. أي واحد أنت جاوبني وأنا بعرف إذا هو نفس الجواب ولا لا. نفس المكان ولا لا. يلا من الابتسام. عندنا في منطقة ويانا في الجبل اسمه جبل المبرح، ننزل تحت يصادفنا وادي اسمه الصدة والسبح. نعم. هذا من أجمل الأودية في الإمارات. نعم. وبنفس الوقت ما حد يدخله إلا ناس محترفين. أوكي. عندهم خبرة في مجال الهايكينج واللي هو الحبال. نعم. والكلايمينج ونزول الحبال، ولازم تستعين بشخص عسبة تنزل هالمكان. أوكي. وبنفس الوقت تكون عنده نسبة لياقة فل. نعم. لأن نسبة الخطورة فيه عالية. اللي ساعدك سعيد؟ سعيد يساعدنا، وأظن عندنا في الحساب في اليوتيوب والتواصل الاجتماعي. نعم. إحنا مصورين الأماكن هذه. جميل. هي أماكن جميلة. ونفس المكان؟ هو نفس المكان. مشكورة. هي الفكرة أن الوادي هاي يعتبر من أخطر الوديان اللي أهالينا دائماً وأهاليهم أهل ليبال يقول لك لا تروح الوادي هذا. ناس تموت يعني توصل هناك تموت يعني من خطورته. دائماً يقول لك لا تروح. ونحن نبحث عن الغموض والأماكن هذه. خاصة دي أحد من أهلنا وقالنا لا تسير هالمكان. خلاص لازم أتشجع. أتشجع أكثر. بس هي الفكرة الحمد لله يعني مع التطور اللي صار في معدات تساعدنا، يعني أول شغلة الدرون الحين نقدر نشوف ما وراء الجبل هذا، ما وراء الوادي، كم الارتفاع اللي بننزل فيه. أوقات نتوهق نفر الحبل 70 متر يطلع 100 متر. طاح تلفونهم. فالفكرة في بعد خسارات يعني مادية. هو ساعات ذكريات في التليفون. إحنا يوم ننزل حبل، ننزل حبل ونش ريال، هو ينزل عاد يجلب، يعني يخلي رأسه تحت وريله فوق. الحبيب ناسي التليفون مخبى يعني وطاح تليفونه. نحن بننزل أثبت ما نطوف على الماء أو نتخطع يمين، يوم يطيح التليفون خلاص روح معاك. انتهت المغامرة. لا بالعكس، نطلع وراه ونجيب التليفون ونكمل. صحيح. يمكن ذكرت هزاع مرة في حديث كان لك مع جريدة في دولة الإمارات تقول أنك أنت دخلت لهذا المجال المغامرة في الجبال والوديان والشلالات عشان إمارة رأس الخيمة كانت بهذه الطريقة. يمكن الطفولة نوعا ما هي ما كونت شخصية المغامر. هل فعلا يمكن لأن البيئة في دولة الإمارات كانت بهذه الطريقة فاضطريتم أنكم أنتوا تتمسكون فيها نوعا ما حتى لما كبرتوا؟ نعم. شوفي أنا أول شيء بدينا بالهايك ويا أخوي سعيد وشلة شباب المغامرين، وكان كنا شلة صغيرة ونروح نغامر في الجبال هذا ونصور. بدأوا الناس يتشجعون يشوفون الحسابات وأنا إن يشاركون ويانا. تمينا ننظم رحلات هايكينج
مسارات جبلية. طبعاً هو يرتب في الفجير وأنا أرتب في رأس الخيمة من حال الإمارات، وكنا نشارك وياهم وكنا يعني نروج للدولة. نعم نروج للدولة بنرويهم. فالحمد لله يعني وايد يعني أجازونا على هالشيء وقمنا نغامر. أنا جتني فكرة حلوة إن بغيت أبرز تراث الإمارات، أبرز يعني طبيعة أهلنا الأولين شو كانوا يسوون في الجبال. فجتني فكرة إن أسوي هايكينج مسار جبلي، وبنفس الوقت حبيت إني أخلي أهلنا اللي هم الحبوس أو الشحوح أو اللي ساكنين بالجبال يبرزون هويتهم. يعني الندبة عندك الطبول، طبول الشحوح الحبوس، والأكلات الشعبية. فيونا من أنحاء الجنسيات العالم صراحة يشاركون ويانا في المجال الهايكين. نعم. فنسوي المسار هذا، أول ما يوصلون عند النقطة اللي احنا محددينها حق الاستراحة يجون أهالينا ينتدبون، وهم عاده الاجانب هذا يفرحون بهالشيء يحبون. صح. يعني شيء يعني مو بس هاي انه لازم يراويهم، بنفس الوقت نراويهم بيوتنا الاولين اللي هم الصخور، نحوتات قديمه موجوده عندنا في الجبالنا تعود من عصر الحديد اللي عصر الثمودي. عندك بعد نمررهم على الكهوف، نراويهم الاكلات الشعبيه ويانا. تم عاد كل ما نسوي رحله هايكنج العدد يزيد ويانا. صح. اي نعم. وحبين عاد نكون متبادلين اخوي سعيد في المغامرة. بالعكس هي ترى هي مثل ما قالوا، يعني الهدف قبل كان بس هايك، لكن بعد اصبح ان نبرز تراثنا عاداتنا وتقاليدنا الاماكن الطبيعيه الجميله الموجوده عندنا ارثنا. جميل. الموجود. فاصبحت الرحله مزيج من التراث والطبيعه بشكل عام يعني والمغامره. اي والمغامره. فحسب كذي يعني زاد عدد الناس اللي صح طلع. سعيد يعني أنت كان عندك العديد من الطموحات من موضوع المغامرة، ولكن حققت يعني بعض الألقاب العالمية، وصلت لي العالمية صحيح. الحين عقب ما وصلت لي العالمية وين تبى توصل أكثر من العالمية؟ يعني أمانة اليوم يوم مميز بالنسبة لي بفضل الله ودعم سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد. اليوم قعدت معاه الله يحفظ شيخ، وأمانة كان عندي حلم طموح كبير، فاليوم تبنى هذا الحلم. وجزاه الله خير كذلك الشيخ محمد بن زايد كان الداعم الرئيسي قبل، والحين الشيخ محمد جزاه الله خير يعني دعمني بصورة قوية أني أحقق هذا الحلم. إن شاء الله هي تكون مفاجأة على مستوى العالم، يكون رقم عالمي جديد بإذن. ورسالة اللي هي هي موسوعة جنس. لا موسوعة جنس شيء بسيط، يعني نحن نتكلم عن شيء بسيط. موسوعة جنس لا نحن نتكلم عن شيء نخلقه جديد. موسوعة جنس عبارة عن موسوعة تحفظ فيها أرقام. صحيح. لكن أنت تبغي تترك تاريخ، تترك إرث. جميل. ترجع له الناس المراجع، ترى هي مش موسوعة في كذا موسوعة في العالم اللي تحط الأرقام. فنحن نبغي نضيف هذا في التاريخ في الهيستوري شيء جديد. جميل. فبدينا الحين مبادرتي هي كانت مبادرة قمة السلام بيك فور بيس. نعم. هي عبارة عن رسالة محبة وسلام من دولة السلام إلى دول العالم ترفع على كل قمم العالم، عبارة عن 246 دولة الحمد لله قطعنا منهم 61 دولة، وإن شاء الله نكمل المشوار. فحصلنا تأييد من المجلس العالمي للتسامح والسلام، و حصلت لقب اللي هو سفير السلام الحمد لله في 91 دولة. والحمد لله بفضل الله ودعم الشيخ محمد والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية أصبحت المهمة كبيرة إن كيف إحنا نصل برسالة السلام والمحبة من دولة السلام إلى دول العالم، وهذا بيكون ريكورد تاريخي يعني ان شاء الله. نتمنى لكم حقيقه التوفيق، وان شاء الله نشوف هذا الريكورد لما تخلص ان شاء الله تحققون كل ما تتمنونه في هذا المجال واكثر بعد. احنا بنستكمل طبعا حديثنا وياكم عن المغامره هنا بدوله الامارات وبرا والعالميه، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا احنا نتوقف لفاصل، عقبها راجعين نستكمل باقي الحديث. Thank you.
شوفي يمي شوفي شوفي ثياب العيد وصلا وصلا امي شو رايك ها؟ غاوي 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 ليش مفسخه امي؟ لا لا مفسخه هذا انا مفصله ليش؟ لا لا انا طالبه هذا وطالبتنا بلف ربيه طالبتنا وتبين البس هذا انا ما لبستنا هذا يبقى. لا امي لا حالفه عليك امي دخيلك امي يا الله يمي هذه البس الكندوره هذه زين امي هذه مال اول انا شو ابغى؟ براي هذه لبسنا هذا احنا مخلف علينا زين انا هذا ما ابغى هذا بعد امي البنات الحين هذا بعد نلبس نلبس شيء حلو غاوي يلا 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 البس البس بس بس انا هذا ما ابغى ما عندي ما عندي هالكلام انا زين ما سويت لي شيء جديد انا ما ابغى هذا مال اول هذه جديده لا انا انا خيطت انها بيديه على الكرخانه هاي بنوديه حق يدتي ان شاء الله يوم بنسير لا لا ما لا يدتش لا لانها ما لا هاي هذه هذا لبس يدتش هذا لبس يدتش خيط نبعه عاديه مع الكرخانه لانها ما تحب خياطه الكرخانه شوفيها هذه هذا لا يدك بتودي شوفي يلا عليها بالعافيه لكن انا هذه ما بعطيني اياها تلبسيها اليوم تلبسيها هذه حق منو انت خياطيها هذه اي هذه هذه حق منو هذه بعد تبيها تبي هذه ولا هذه كلهم يلا لا حشمه بلا هذه ولا هذه لا هذه ولا هذه لا ما بقى انا ردي ردي ملابسي انا ما لا لا خلاص هاي بتروح بالزباله ليش ان شاء الله لا 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 ما عندي ما عندي بنات لا اقطع الغاويه اللي ما عندي بنات ما عندي بنات يلبس طول مرة ما عندي بنات لا لا وهذه بعد ما اخذ ليشها سر وديهم للخياط الحين يقولوا هند يقولوا هندي الحين هذا البنجابي الهندي الحين يخيط للحريم هذه لغاويات هذه بفصلها يوم ما تبي خياطة سر هندي مع البنجابي هذا الهندي انا هذه بفصلها ليه؟ الحين هاي المخاوير ريداد مال الحين امي هي هذه مال الحين المبونهم الفصوص موجوده عندكم اول لا المزراي هذا بس اشوف امي المزراي هذا المزراي هذا كنتوا دومكم تسووه في البيت هي هذا يسموه بوتولا هو خوارتولا هذا الزري اي وهذا الكندوره ميزع يسموها وهذه مبونك انت تبي تلبسيني هاي شو سرها امي؟ هذه هذه العربيه هذا ابوي هذا التخروص الحين انا مفصله منها هذا الحين هذا البدل وهذا القنان وهذا التخروص وهذا الباط تتكون ليش الباط عاد غير عن لازم 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 يطلع غير عن الكندوره وهذا الحين خيطها بعد هذا خيطها لنا العيوز هذا خيطينها للعيد بتعيد فيها ما تحب مخاوير ما سويتيها مزراي امي ما تبى ما تبى لا لا تبى تبى وهذا الحين انا بعد انه خيط زين العيوز اخيطها بعد على خالك يا سلام بعدها ما خلصت لا لا بعدنا ما خلصت بعد ما تبع عليها التلي ولا شيء ها هذه الحين شو امي ليش ما خطيها سيدي هذا البدن اسمه هذا البدن هي وقفه الوقفه كذا بدا وين القنان القنان بعد وهذا التخروص التخروص وين يحطوا امي يحطوه هنا تحت البطل. على طرف هي هنا بيركب القنان وهنا التخروص بيركب هذا القنان ها هذا بعد ما لبس اعطيني القنان اشوفه كذا بيركب القنون ها هكذا والتخروص كان على لازم الباط بعد الباط ما ركبنا زين الباط امي ليش تسوي هالشكل عود؟ نحب نتوسن على اعمارك الاول هي هي عشان نوسع هي. على اعمارنا وبعده هذا قبي هذه بعدنا ها هاي التخروص وهاي بتسوي عليها شيء كذا بنسوي بعد شيء ولا ما بتسوي عليها شيء؟ لا الايوز ما تبى تلي ما تبى؟ الا ما تبى تبى شيء خفيف زين تقطع عيديها هذه شو يسمونها بعد؟ هذا بوتيله هذا نفس اللي انت لابستنها اي اي وهذه بعد مزراي اشوف مزراي اعطيني اشوفها امي انا هذه عيبتني وهذا بعدها هذا حلقها ابو لسان يسموه يا سلام نفس الشيء ليش تحطون بونكم الفصام هنا على طرف؟ هذا على طرف هذا الاولين سووها على طرف وحد بعد يسويها منه من قدام على حسب الطلبه بس احلى شيء لان الحرمه هذا اي هذا القنان وهذا الباط الباط نفس الكندوره هذه نعم منها خيطتها انا وحدي بعد هذه غاوية هذه ودي حق يدتي تعيد فيها للعيد ما يهم الشيء هذيك ما حلوه لا تودي ما يهم الشيء كنت الحين البسي بغيت المزراي هذا الفضه هذه الفضه اي البسي الثوب البسي الثوب الحين هاي بعد الثوب يا سلام هذه من شو مسوينها امي؟ شو خامة هذه الفضه والخامة شو اي دور هذه لو يا سلام يا سلام انا هذه بلبسها خلاص تبي الثوب اول تلبسي على الثوب يا سلام هذه شو يسمونها امي؟ اي ثوب هاي الثوب الاولي هي الاولي
تلبسوه على حي الله كندوره. هي هي حي الله كندوره. نعم. من شي عاد العيوز، من شي العيوز مسويت لها هذا السادة؟ عادي تلبس العيوز عليها عادي. نعم. ها ركبيها. وهذه الشيله شو يسمونها؟ هذه بعم زراي، كل شيء مو مزراي بس تختلف الالوان له. ولا هو كل شيء مسماه لا هذه غاويه غاويه ما شاء الله. وهذا بعد الساري هنا ساعة. وين الساري مو؟ هذا الساري اولي الساده الحين نقشناه بعد يوم قال قلت انا الهندي يوم هذا آل الخياط هاي ما تبين شعورك من اول؟ عادي معهم عادي حد يتحجب الحرمه الكبيره تحجب تلبس هي الوقايه السوداء الغليظه قطن يسموه سواد البحرين الغليظه معي بس ما جبتها يسموه سواد البحرين ولا النيل بعد يلبسوا عليها هنا بعد النيل معي اعطيني اياها شوفها يا سلام بس هذه غاويه ادخلها عنك عقب ما بخليها عندك هذه الندوه بعد يا سلام اي يلبسوا النجوة هذه يلبسونها بعد اي حتى البنات يلبسوا النجوة خلاص الحين احنا خلينا بنتنقل العيد وبنشوف شو بنفصل النيل هذا النيل النيل ما الندوة هذه الندوة هذه الندوة اعطيني اياها هذه الندوة وهذا النيل تلبسها حتى البنت خلاص الحين والبنات الصغار شوفي البنات الصغار هذه اللي يلبس يا سلام يلبسوا البنات الصغار هاي بعطيها لمروة الحين وردين لك مروة يعطيك العافيه يا غايه استاذ هزاع وسعيد يضحكون على سالفه على شو تضحك؟ على هذه؟ البين عليه عيبتك القهوه اهم شيء لا لا ما شاء الله الله يعطيكم العافيه الصراحه الله يعافيك يا رب في اي تعليق؟ لا على القهوه عادي تعليق عند الجمهور ما جربوا القهوه ما جربوا انزين سؤالنا الحين هزاع رد حق موضوعنا انت فارس نعم ودوم تمططي يعني الأحصنة ويعني الخيول الخيول من السالفة اللي كان يتكلم عنها فيني ضحكة المهم في أغلب رحلاتك أنت تحاول أنك تكون على ظهر الخيل صحيح نعم. هل هو أسهل من المشي ليش تستخدمه دوم حتى في أي رحلة من رحلاتك هي رياضة العرب أصلاً فروسية ولازم الفارس ليش سموه فارس لأن كلمة الفارس هيبة نعم. ويشمل رياضة الخيل مو بس يركب خيل وبس لا لازم يعرف كيف يعالجه يطعمه يمارسه يدربه يشيك عليه يحافظ على الخيل بشكل عام نعم. فأنا حبيت الفروسية يعني يكفي الشيخ محمد بن راشد المكتوم صحيح يعني فارس العرب هو يعني الدعم القوي على الفروسية صحيح فاليوم انا اركب خيل اصلا او ادرب خيل انا كنت صغيره يعني عمري 10 سنين 9 سنين كان عندي اخوي مربي خيول في البيت عندنا وانا اي اركب بده ما خبره صراحه كنت اركب الخيل بلا سرج بلا يعني السرج ماله تعلمت فاول شيء كنت اخاف لا الايام من الاشخاص عندهم خوف يعني احس الموضوع الخيل شوي اشوف هو الفروسيه كل مجالات الرياضه في خاصه الفروسيه تعطي شجاعه تعطي حافز حتى لو تشوف الصغيرون بيركب الخيل اول شيء تشوفه خايف صح بس على حسب المدرب ويستمر بهالشيء يبدا يبني هال بس في شيء بعد عند يعني الخيول يوم يحسون الخيول انك خايف ما يبونك ما يبونه يرد اذنه على ورا لحركات معينه احنا نعرفها كهالفرسيه يحاول يسوي بريولتي انه ما يباك يخاف يعني يهز يخاف راح. منك اذا انت خايف يخاف منك توصل المشاعر مشاعر. او يقدر يمكن يشم يا سلام عليك تتعرفين ما شاء الله لا لان انا عندي خوف من الاحصنه يوم جربت ان انا اطلع على ظهر الخيل تربشيتي ما يباني اطلع ما يباش ليش لانه الخيل اصلا تركبينه يعرف الفارس انه فارس ولا لا او كمبتدئ فنحن كم يعني انا مدرب فروسيه عشان اسس فارس ولا غيره اجيب له خيل مش يعني حق يعني الركض اجيب له خيل خاص حق التدريب نعم وابني هالفارس على تدريجيا عارف على الخيل حافظ على الخيل ما ركب على دايره بعدين استمر وياه لما يتطور يعني لما يتعقل اللي هو التروت اللي هو الاب داون بعدين الكانتر يحافظ على خيله نبدا نعرف على الخيل نعم تبني شخصيه على الخيل صحيح مروه خلينا احنا بعيدين عن هذا المجال احنا نطالع من بعيد خلينا مذيعات وفلوس لا بس على فكره المجال الفروسي وايد زين
زين اكيد بس هي. يعني صعب هو زين شيء واحد على فكره نحن النساء لحظه هزاع هو الخيل حلو في شيء واحد ان جميع الفارسات محافظين على اوزانهم ونحن عندنا عقده دايت انا اعرف بنات في انا مدرب زياده وزن اعرف بنات يشاركوا ويانا في سباقات القدره او في الاسطبلات ما شاء الله عليهم يعني يركبون خيل من خطوه يعني ينطون ويوقفون على الخيل صح ليش لان بدنا نسوي لياقه هي لياقه بنفس الوقت يعني انت يوم تركب الخيل وتتمشين على يعني في مثلا مناطق كثير طلقه في اشجار مثلا تمشين تحسين يعني كانه وناسه كانه تغيرين جو مثلا او تسوي رياضه بالخيل هذا مو بس حق يعني ركض هذا لا الخيل تحس ان الواحد اللي هو شوف الشخص اذا حب هذا الحيوان بيعيش بحياه حلوه صح في يمكن حب بيكون بين الخيل صح يمكن نحن في كل مجالاتنا يمكن نقدر ان احنا نشوف اذا كنا فاهمين في المجال نقدر ان احنا نشوف مستقبل هذا المجال وين بيكون صح. سواء من المغامره نفسها او من المغامرين هل بيتطورون هل في اماكن هذه المواضيع يركب خيل صحيح بس كلموني عن كيف تشوفون خلينا نقول مستقبل المغامره سواء موهبه مهنه ما إلى ذلك في دولة الإمارات من مغامرين إماراتيين وغيرهم أمانة بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يعني نحن ننصح دائما الجميع خاصة اللي عندهم أطفال يبدون يشجعون أبنائهم أنهم يخوضون في جميع المجالات يعني يدخل مجال الفروسية يشوف الطفل هذا هل يتجاوب مع هذه الرياضة إذا بالفعل تجاوب معها ويحس نفسه تمكن منها وصار جزء من هالرياضة يدعمه على أساس يصل للعالمية ما مشى معاه يجرب السباحة يجرب المغامرة يجرب كثير الأنشطة أنا دائما أحب أن كل شخص يجرب كل أنواع المغامرة لغاية ما يكتشف نفسه يعني أتكلم عن نفسي أنا قفز حار ملاكمة سباحة كثير من البطولات دخلت وحققت يعني إنجازات كثيرة لكن ما كشفت نفسي موهبتي إلا في تسلق الجبال هني حسيت أن نفسي أقدر أعطي أقدر أتأقلم مع المرتفعات العالية قلة الأكسجين حسيت هذا مجالي لكن حسيته متى متأخر مع ذلك حققت فيه إنجازات لكن لو اكتشفت موهبتي هذه وأنا صغير يمكن حققت أرقام عالمية كثيرة فعشان كذي أنا أحب أن الواحد يشجع أبنائه بالعكس الخوف موجود في كل المجالات بس مع الممارسة مع شخص متمكن بالتدريج يتغلب على الخوف يتمكن منه وبعدين يقدر يمارس هاي طيب عندي تساؤل يوم توصل لمثلا قمة معينة نعم. عقب هذه الساعات والأيام في بعض الأحيان أسابيع طويلة لتسلق الجبال شو تشعر فوق؟ شو الإحساس اللي يجيك اللي أنت عادي عندك تتعب ساعات في التسلق لين ما توصل هذه الدقيقة أمانة يعني نحن نتكلم عن الجبال الشاقة اللي تأخذ منه شهرين نقعد في الجبل هذا صح. لغاية ما نوصل للقمة المعاناة والتعب كل أنواع المخاطر المر فيها بس مجرد وصولنا للقمة سبحان الله أول شيء يعني الشعور لا يوصف ما أقدر أوصفه يعني أنت أول شيء قريب من الله سبحانه وتعالى كمسافة تمام تحدي أن تحديت نفسك وقدرت تتحقق هذا لنفسك أنت أول شيء قدرت يعني هاي الشهرين وصلت للهدف اللي أنت قاعد تقنع نفسك أنه بتوصل له فهذا بروحه حافز كبير انك انت حققته لنفسك وبعدين انك تمثل دولتك او تمثل الامه العربيه والاسلاميه بما معناه تكون حققت هذا الانجاز اللي يزيدك شرف ويعطيك مكان يعني في المجتمع اكثر او يعطيك نقطه ثانيه انك وصلت مرحله ومنها تشوف يعني انا يوم بديت في ايفرست على قمه في العالم بعدين سمعت عن قمم قارات العالم وصلت قمم قارات العالم سمعت عن القطب الشمالي والجنوبي وصلت القطب الشمالي والجنوبي سمعت عن صحيح 8000 بعدين سمعت عن فقاعد كل مكان يخليك تكتشف اللي بعده تكتشف اللي بعده وهني الشعور أمانة لا يوصف مجرد وصولك للقمة تنسى تعب الشهرين طيب هذه كلها شعور وضع علم الإمارات على أعلى قمة شو يعطيك هذه المشاعر يعني أغلبية المغامرين واللي اتسلقوا الجبال قالوا إن في شعور جميل جدا صعب ايضا وصفه يوم يحطون يعني علم الامارات على اعلى قمم العالم هي هذه بحد ذاتها يعني انت تتكلم عن ملايين البشر انت من ضمن هذه تطلع وتصل لقمه من بين العالم هاي كلها فتقول الحمد لله ان الله وشيء خذك يعني اختارك من بين هالناس كلها انك تشرف دولتك في رفع علم الدوله
فهذا بروحه بحد ذاته انجاز، انك انت مو بقاعد بس انه رافع علم، لا قاعد تمثل شعب دوله الامارات، تمثل عزيمه وابناء زايد، فشعور لا يوصف امانه. فانت سفير لدولتك في هذه اللحظه ورافع العلم، تحس بفخر واعتزاز انك تمثل صحيح. شباب دوله الامارات. صحيح. يمكن بعد خلينا نقول في الاماكن الثانيه من المغامرات في الوديان مثلا. نعم. ذكرت مره هزه انك انت كنت من اول المكتشفين لوادي نقب اعتقد اسمه، او كنت من اول المكتشفين وصلت اليه من خلال اكتشافاتكم او مغامراتكم، شو الاماكن اللي اكتشفتوها بعد او كنتوا من اول الناس اللي توصل لها؟ دخلنا وديه اللي هي اللي قلناكم عنها اللي صدوا سبح، طبعا هاي يوم دخلناها انا واخوي سعيد حصلنا كذا كهوف، وشمل الكهوف ما وصلناها لان ما شاء الله المسار طويل ويحتاج يعني مبيت بعد صراحه، لان عسبت انت تقعد وتستكشف هالكهف شو داخله. مرينا على كهف سمينا الكهف هذا كهف الجمجمه. الكهف هذا شكله يعني يدل على جمجمه، وبنفس الوقت عنده سلسله كهوف حذال بعض. بنفس الوقت احنا يوم تدخل داخل الكهف مجوف نفس الجمجمه من داخل، يجمع من الوطاويط هذه الكبيره، خفافيش، اكبر خفافيش اظني هاي يسمونها الوطواط هذا الكبير، فنوع من انواع الخفافيش الكبيره، وشكله مثل ما قال. فدائما كل ما تروح تكتشف مواقع جديده، كهوف، ممرات تحت اللي هي نفس الممرات المائيه، اشكال الجبال، طبيعه جدا جميله اللي هي الكسف مثل ما قال هو. ففي اماكن اول مره نحن نصل لها يعني ونوثقها، يمكن قبل كانوا اجدادنا يمروا فيها الاماكن لكن ما كانت موثقه، بدينا نحن ندخل الاماكن هاي نوثقها بحيث انها تكون كاحد الوجهات السياحيه اللي في ناس يعني في المتقدمين يعني المبتدئين عندهم اماكن، في ناس تمكنوا في الرياضه هذه يبحث عن الصعب، يبحث عن الشيء المميز، فنحن نحاول نوجد هذه الأماكن بحيث أن الناس تقدر تصل لها. في مرة حسيتوا أو شعرتوا أو اعتراكم الخوف في مكان معين أنتوا اثنين كنتوا ويا بعض وحسيتوا بخوف لأنه مش واضح شو نهاية المكان؟ سعيد دوم تضحك، شو السالفة؟ مواقف أتذكر كثير. شو الموقف اللي تذكرته؟ هو أكثر شيء يعني ينزرق داخل الماء، يعني قصدي ينقذ داخل الماء، وأنا بين الحافات ساعات أطيح في الماء. اي هذا الموقف بالذات، يعني مره نزلنا الحبل وخلاص يعني وصل مرحله انه ماشي انتهى، وبعد في مسافه بس انه في ماي الحين ما نعرف نحن عمق الماي هذا كم، اذا قفزنا هل بنضرب ما يخص في العمق، يخص شديدة البروده. وبعدين شو في داخل هذا الماي، شو العمق في داخل الماي، ماي حلو طيب ما شاء الله عليه، دائما يعني الضحيه ينطلق اول واحد. نقزت انا و خذيت لي، انا ما يهمني الماي مو بحلو، انا يهمني كانت يعني شده البروده كانت، بس وقت ماي بارد، وتعرف الموقف هذا ما هي انقذ صراحه تينا صرخه اوقف اقول له الحين شو بنسوي؟ يعني الحين يا ندخل الماي يا نجاز فني من نتعور. نعم. فتوني اكلم يعني اتكلم ونناقش اشوف اللي نقز ما عنده وقت. خلاص خلوها هذا نحن على فكره نروح هاي الاماكن جالسين ندور يعني اماكن حلوه حق الناس العامه عشان نعمل لهم هايك وندور لهم اماكن حق الهايك مساراتين ونحاول نرتب لهم مسارات عشان يشوفون هاي المناظر، مو بس نحن نشوفهم ونراويهم بالله، نحاول ان نجيب لهم درب او مسار معين نقدر نوصل لهم. جميل. انسب الطرق وامن الطرق بحيث ان الناس ما قصر بعد حكومتنا يعني جزاهم خير يدعمونا وايد في المجالات الهايكنج. نعم. اشكر الشيخ سعود بن صقر القاسمي رضاه الله طعمكم، اعطاني بطاقه سياحي او كاول مرشد سياحي جبلي. نعم. في الاماره والحمد لله هذا تشجيع قوي. صح. وقال لي مره عندك جبل جيس المبرح ضوء الاخضر وقمت اعمل رحلات. جميل. الحين جبل جيس على قمه في الامارات اللي هو على قمه في نعم. سطح البحر، وعندك جبل مبرح ثاني على قمه، وجبل الفجيره والوريعه، وقلنا كثير كثير نرتب رحلات في الاماكن. حكامنا قيادتنا الرشيده ما مقصره يعني حتى الشيخ يعني محمد يعني داعمين ما شاء الله. على فكره بشركم يعني في عندنا مسارات جديده مشتركه ومشتركه ويا اخوي سعيد واماكن جديده، والحمد لله كل موسم نحن ما بس نخلي القديم، لا نحاول نطور الاماكن الفيو، وبنفس الوقت حتى الناس اللي يجوا ويانا نخليهم يمرون على
كذا يعني يحسون انهم كانهم صاروا يعني مغامره، من نفس الوقت خطوره، من نفس الوقت شافوا اماكن جميله، صخور ضخمه اوديه. نعم. خلينا نحس بهالاماكن، والحمد لله احنا فريق متعاونين وكلنا نكمل بعض، وعندنا بعد فريق ما شاء الله ويانا يعني سيفتي، عندنا الاسعافات الاوليه، عندنا الاجراءات الاحترازيه، الله يسلمكم بعد جوتي وكرامه. لازم كل واحد يروح لي بل لازم ياخذ سيفتي كامل. صحيح اخوي سعيد الجوتي صح، اي يعني معدات الهايكنج لازم اختيار الحذاء المناسب للهايك، الشنطه هاي جدا ضروريه. صحيح. الماي، اسعافات الاوليه، اشياء كثيره يمكن الناس ما تعرف عنها، لكن هي كلها بالتدريج، واغلب ما شاء الله الشباب كلهم الحين بدوا كفرق هايكنج كشركات منظمه. صحيح. دائما الارشادات هاي موجوده. مكملين وياكم سعيد. نعم. وايضا هزاع، ولكن بعد هذا الفاصل السريع مشاهدينا خلكم ويانا. رجعنا معاكم استاذ هزاع وايضا استاذ سعيد، ونتكلم عن المغامره. يمكن في بدايه الحديث او بدايه البرنامج ذكرت فكره او مروة ايضا استكملتها، وجود الخيول والحصنه في رحلاتكم المغامره والاستكشافيه، لكن ايضا ذكرنا ان الرحلات بالطيران ايضا تستخدمون كنتم الرحلات الشرائيه بالطيران. حدثنا اكثر هزاع عن هذه الفكره. لعبه اللي هي رياضه الطيران الشرعي، هي تيتش ماكينه، وتيتش اللي هي بدون ماكينه، اللي ماكينه احنا نسميها بارا موتر، والطيران الشرعي هاي تطير اي مكان عادي، بس تحاسب على سرعه الرياح. والطيران الثاني اللي هو الباراجلايدنج اللي مرتفع لازم يكون، ويكون اتجاه الريح. وهاي الرياضه يعني جديده في الامارات، مو بقويه وايد يعني، ما انتشرت وايد، لكن الحمد لله المجال الحين بدا يعني ينتشر اكثر، يقوى ويانا في الدوله. طيران الشرائع الحمد لله انا حبيته، لانه ما شاء الله تعرفت الواحد يطير، ومن ما يحب يطير يعني يتمنى هاي شيء، فعيبتنا هاي الرياضه اني يعني اخليها كرياضه رئيسيه ويانا في الدوله، واحاول انشطها يعني بتكون يعني ويانا في المجال هذا يعني. صح. واحنا قمنا نستفيد منها وايد هاي الرياضه، اذا حد حتى في الانقاذ قمنا ندخل يعني، اذا حد ضايع في البر نقدر يستعينونا، نقدر نشوفه من فوق او في البحر يعني، حتى يعني جمعناها في المجال هذا. جميل. وحبينا نراويهم بعد، نستعرض لهم الحركات ونسوي لهم اشياء حسب يشوفون هالشيء. نعم. بالنسبه لك استاذ سعيد، يعني تشوف في عنصر نسائي، وخاصه ان المغامره يبالها شجاعه، العنصر النسائي موجود في هذه المغامرات في الدوله وخارج الدوله في الرحلات ولا لا؟ هلا ما شاء الله موجود، والحين داخل بقوه بعد. في عندنا حاليا احد المغامرات الاماراتيات في ايفرست، ان شاء الله تحقق خلال الايام القادمه وصول اول اماراتيه الى قمه ايفرست، فهذا يدل على ان في يعني ناس
متجهة في هذا الاتجاه العنصر النسائي، وكثير من الفرق النسائية موجودة عندنا، فرق الهايكينج وفرق المغامرات بشكل عام، يعني في شتى أنواع المغامرات، ففي كثير من المغامرات يعني في هذا المجال. ايضا استاذ هزاع ذكرت فكره ان تواجدك في الكهوف او اكتشافك للكهوف دوله الامارات يعطيكم كمغامرين او لك انت بالشكل الاخص فرصه للتامل ويعطيك فرصه للسكينه، حدثنا عن هذا الشعور وليش يكون متواجد فقط في تواجدك في الكهوف؟ خلينا نقول اول شيء الكهوف لو جانا في الدوله يوم ندخل داخل الكهف، تدخلي داخل اول شيء في انواع كهوف عندنا، عندنا مجوفه، عندنا من تدخلين يعني تكون العموديه يوم ندخل داخل نشوف اشياء داخل عندكم، استكشفنا الحين عنكبوت اسمه الصوت. ليش سموه عنكبوت الصوت؟ لان ايده تمتد طويله وعلى شكل صوت. فهذا ما حد حتى في الكتب ويانا في الدوله ما حد مبين لنا، وهذا استكشاف موجود ويانا في الدوله الحين. فيوم ندخل هالأماكن نحس ترسبات خفافيش وزائد العناكيب هذه اللي هو الصوت. نعم. فنحن الحين بعد إن شاء الله نحاول نرتب رحلات الهايكينج، نبى الناس يعني تمر على هالمجال يعني. نعم. يعني بنخليهم مسار جبلي يمرون على رسومات قديمة وبعدين يدخلون الكهف هذا عشان يشوفون كيف شكل الكهف من داخل مجوف. ونراويهم اللي هي البيوت هذه. نعم. يعني الحين نستعرض احد الكهوف ولكن اكتشف عنكبوت الصوت، ولكن بالنسبه لك استاذ سعيد شو اكتشفت في هذه الكهوف؟ هل كان في اشياء غريبه ايضا غير العنكبوت مثل شو؟ يعني هذه المتصاعدات ويعني هذه اللي عمرها تقريبا الاف السنين. نعم. احد اجمل الكهوف اللي استكشفناها يعني موجودة فيها، وهذا يدل على أن هذه الكهوف مش من اليوم والبارح يعني موجودة. نعم. لها تاريخ ولها إرث قديم يعني، مثل ما قال يعني صعوبة الوصول إليها، وكانت تخزن فيها أشياء كثيرة، المحاصيل، الغذاء كانوا. نعم. مأوى لهم، كنوز كانوا يخزنوها في هذه الكهوف، كثير من الأشياء اللي اكتشفناها مش موجودة يعني. جمال المكان. صح. أي. صحيح. الارتباط الإنسان بالطبيعة بما أنه مخلوق من الطبيعة. هذا كهف الجمجمة. بتواجد فيه. أنا حاسة حاول أودي الدرون فوق حتى ما يضرب. إيه. نعم. أيضا يمكن قلت فكرة. هذا اللي فيه خفاش الوطواط اللي اكتشفته. يمكن أيضا قلت فكرة في بداية حديثنا. نعم. حول هذا الموضوع عجبتني نوعا ما وحتحدثت عنها في لقاءات سابقة، أن المغامرة بشكل عام اللي أنتوا تقومون فيها نوعا ما تكون رد جميل لدولة الإمارات، ذكرتوه في بداية الحديث. نعم. ليش تعتبر المغامرة احنا نشوفها كمشاهدين لهذا الفن هي موهبة، لكن كيف من الممكن أن نكرس مواهبنا بحيث أنها تكون فعلا رد جميل لدولة الإمارات؟ هذا هو اللي نحن نقوم بأمانة يعني. أنا متمكن في رياضة معينة مثل الهزاع في الطيران، أنا في تسلق القمم الشاهقة في مجالي أنا فنعتقد أن كل إنسان في مجال معين في الإعلام في كل المجالات بإمكانه في مجاله يقدم رسالة سامية يعكس فيها يعني رؤية دولة الإمارات. نعم. وشباب الإمارات في الرقي والوصول إلى القمم. نعم. فالقمم مش محصورة على قمم الجبلية، بالعكس قمم كثيرة نقدر نحن نصل إليها عن طريق التركيز في مجال رياضة معينة أو موهبة معينة، نطور هالموهبة لغاية ما تصير نتميز فيها ونصل من خلال الموهبة هذه الرسالة. صحيح. نحبب الناس عليها بعد. بالنسبة لك يعني هزاع كان في أيضا العديد خلينا نقول من المبادرات، منهم أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، أنتم كمغامرين شو سويتوا لتدعمون هذه المبادرات؟ أنا الحمد لله بديت قلت لك أدخل أشياء جديدة في الهايكينج. نعم. إحنا قلنا الندبة والحبوس والتراث والشيء، قمنا ندخل أبطال العالم، يعني عندنا أخونا يحيى الحمادي بطل العالم في الجيجيتسو 4 مرات. هذا ومن أحب الرياضة عند الشيخ سموه الشيخ محمد بن زايد، فعيبتني الفكرة أن أخليه من أعلى قمة في دولة الإمارات وجبل جيس، وصدفت أخونا يحيى أن يراويهم لعبة اللي ديجستو هاي في يوم يخلصون الجماعة يوصلوا نقطة الهايكي. بنفس الوقت صدفنا أخونا طارق السعدي اللي هو بطل العالم
في الطيران اللاسلكي الهليكوبتر. قمنا مو بس ان نسوي هايك، نبعد نبنا نبرز ابطال العالم اللي هم اماراتيين. صح. وحبينا الفكره هذه عشان نشجع الرياضه هذه اللي هي والتنوع ترى مطلوب، يعني كقمم جبليه كوديان شلالات، هاي ترى يعني نتكلم عن شلال وحيد موجود في دوله الامارات عندنا، نتكلم عن الاماكن الغنيه بالطبيعه والوديان اللي فيها الماي هي قال شلال يا اخي يعني الحياه عندي، فهذه بروحها تعطي طابع جديد. صح. حق الناس، والناس تحب تغير تشوف الخضره الطبيعه الماي المزارع البيوت القديمه. يمكن تتنوعون عشان انتم بعد ما تملون، واحنا كمشاهدين على فكره في منصات التواصل الاجتماعي. انا صراحه اخبركم الحين بنحاول نفكر في الموضوع. رحلات الهايكنج البنات ساعات يكون اكثر من الشباب. انزين شوف منكم مشاركه، ما اعرف مروه مشاركتك كيف راح تكون، ولكن انا مشاركتي راح تكون وجدانيه، انا بشارك وطالع من بعيد وانا بشارك في الاكل. لا لا في مسارات خفيفه مو بلازم تكون هذا. هي على فكره الاجانب كانوا يشاركوا ويانا. نعم. هي الفكره كلها، يعني انا اقول دائما الانسان مخلوق من الطبيعه هذه. صح. بس تواجده في الطبيعه هذه بروحها طاقه ايجابيه، يستمد ياخذ طاقه ايجابيه ويفرغ الشحنات السالبه. بس ان شاء الله يوم ما بنتشجع مو بشرط انه يعني يطلع مسار طويل. بس وتواجده في الاماكن هذه بروحها راحه نفسيه، وبعدها خطوه بخطوه بيطلع. صح. على الاماكن هذه. صح. يمكن يعني انتم خبرونا عن الاماكن بيننا وبين نفسنا، احنا راح نقسم الاماكن على بعض، بنتفاول بنكمل فوالتنا. بس قبل شو رايكم نروح عند غايه نشوف شو وين وصلتوا بالجباب؟ وصلتكم اول شيء؟ وصلتكم فوالتنا؟ وصلتنا. انا احب الاكلات الشعبيه الصراحه، وهذه اكلاتنا. الله، اهم شيء ان احنا نسوي اليوم اكل شعبي. يا سلام. العافيه. بس يبالي جبن كرافت. ام سعيد اليوم مسوت لنا محلة. المحلة كيف طريقة خالتي؟ كيف تسوونه؟ المحلة طريقته نسوي أول طحين مع خميرة مع شو اسمه بيض وزعفران وهال وماي ورد ونخمره، بعدين نسوي نفس. خمره كم دقيقة تقريبا يبالة تخمير؟ ساعة. ساعة. أه. بس هذه وصفة الأول ولا الأول ما عندهم زعفران؟ ما عندهم أصلاً، ما عندهم بعد هذا يعني ما عندهم، عندهم محلة بس ما فيها الأشياء. المحلة اللي شفتي القرص البارحة بس الدبس عندي. اللي بالدبس بس. إيه بس لأنه الخميرة وهذه بعدين اللي طلعت. والحين في بعد ناس يضيفون عليه الكستر. الكستر اللي هو الكرم كراميل. أيه. عشان يعطيه اللون الاصفر. أيه. يعطي الاصفر اللون الاصفر. وفي بعضهم يزيدون فيه الزعفران. الزعفران نعم. اليوم اليوم نحن مذهبين المحله وياكلوه بالعسل وبالجبن وطبعا النوتيلا. النوتيلا كل يوم. النوتيلا الحين كل شيء داخله كل حال. نعم. لكن الحين الجبن قبل كان موجود بعد الجبن؟ لا ما مو بالجبن هذا. الجبن الجبن الاول كيف من وين كنتوا تجيبوا الجبن الاول؟ انت تسووا رواحكم؟ هي من حليب البقر او حليب الماعز يسوونه، لان تسووه وعقب تحطوا عليه الجبن اللي انت تسوونه. هي لكن هذا ما كان موجود. لا لا ما كان. الحين عادتنا هذه نحن لازم ناكل الجبن هذا. والسمن خالتي انت رحتي مسويت لنا؟ هي رحنا نسوي في. نعم. البيت بعد. هي فلو لازم لما يخلص لازم تدهنيه بالهذا السمن اللي مال البلاد، وعاد تاكلين حي اللي تحبيه. يعني لازم يعني ندهنه بالسمن ولا عادي ناكله بلاي سمن؟ عادي، في ناس يحبوا بالسمن، في ناس ما يحبوا في السمن. عاد في احد بعد بالسكر يحبون يسوون عليه سكر. حد في ناس بعد يحبوا في التمر ياكلون. على حسب. وانت كيف تحبين تاكلينه؟ بالجبن بالعسل باي حاجه. انا بعطي ام سعيده الحين الطعم ويانا واحده بالعسل. يلا طعمي وعطينا رايك. شو اسمه المحله مال ام خميس فنان ولا ما شاء الله عليها؟ محلها حلو وايد وايد فنانه هي. انت كنتي تسوي بعد الاول؟ اسوي الحين. اسوي للحين تسوي بنفس الطريقه هذه؟ نفس الطريقه. والسمن انت روحك بعد تسوي ولا ما تسوي؟ اسوي السمن. سلام. باكر انا طالبه عليك طلبه ام خميس. انا ابغى خبز رقاق بالبيض ان شاء الله من عيوني. سلام عيونك ان شاء الله. اهم شيء السمن ما تنسي ان شاء الله. الحين لازم اصب لك قهوه، يعني لسه نتفاول انا وياك ونطعم المحله.
تفضلي مي. الحين بنتفاول انا وام خميس ورادين لكم متابعينا بعد هذا الفاصل القصير، تريونا. رجعنا لكم اكيد ضيوفنا هالساعة، وايضا السيد ونستكمل حديثنا حول المغامرة. يمكن في شيء انا من بداية على فكرة المقابلة وانا بسأل هذا السؤال ما اعرف ليش انسى، الحمد لله اني تذكرته. في اماكن حقيقة احنا لما نشوفكم انتم تروحون لها، سواء كانت في امارة الفجيرة او غيرها من امارات الدولة، دائما نقول فعلا هذا المكان موجود. احنا لما نشوفكم تروحون لهاي الاماكن، يمكن أكثر مكان فعلا خلاكم جد تسألون هل فعلا هذا المكان موجود في الإمارات؟ يعني إحنا في أماكن وايد موجودة وحلوة بس إحنا ما وصلنا لها، شو المكان اللي خلاكم تتسألون هذا السؤال أكثر شيء؟ يعني بالنسبة لي أنا نتكلم عن محمية وادي الوريعة، يعني الشلالات اللي موجودة على مدار السنة، المياه اللي فيها، حجم البيئة الموجودة هني، الغابات الورع هذه اللي تمتد إلى مسافات طويلة. يعني كل ما نصور في هذا المكان بالذات العالم كلها تتساءل معقولة هاي الخضرة هالشلالات وهالمياه هذه موجودة هنا عندنا في دولة الإمارات؟ فهذا السؤال اللي دائما يتردد علينا، خاصة في الأماكن في الموقع هذا بالذات. يعني أما الأماكن الثانية كثير، لكن هذا بالذات يعني اللي هو ماخذ صيت عالي، وبما أنه محمية وداخلة في منظمة الأمم المتحدة وماخذ سمعة طيبة على مستوى العالم، وتمثل دولة الإمارات يعني كمحمية جبلية، أول محمية جبلية في دولة الإمارات. صحيح. بالنسبة لك هزاع، أكيد موضوع المغامرة وكفارس أكيد في شيء من الجرأة هذه والشجاعة تغير شيء بشخصية الأشخاص، صح؟ نعم. والفرد شو غيرت فيك؟ وايد غير الفوبيا، شجاعة تغيرت عنده، الشخصية في أشياء وايد تغيرت عنده، استوت عنده علاقة حب بين الخيل والفارس، يعرف مثل ما تقول قيادي، يقدر يركب الخيل يمارسه، يعني كأنه شيء صديقه في الشيء هذا. هذه الأشياء كلها يوم تكون مع الخيل تحس إنك عايش. الواحد يوم يكون مثلا ملان أو شيء متضايق، يعني يصير عند الخيل تحس إنه يخوز عنه هالأشياء، طبعا بشكل عام عن الرياضة يعني.
صحيح. يمكن في مجالاتنا احنا المختلفه نوعا ما، هو الفكره اللي انت طريتها يمكن هي اكثر الافكار اللي احنا متمسكين فيها، ان فعلا احنا لما نحب مجال ونخوض في هذا المجال دائما يساعدنا ان احنا نغير في شخصياتنا. حبنا للمكان، حبنا لهذا المجال يغير فعلا في شخصياتنا احنا كافراد. يمكن انتم بعد من خلال مغامراتكم المتعدده غيرتوا وايد اشياء، سواء كان في داخلكم او حتى احنا كمشاهدين. الدليل اللي كنا نتكلم عنه اللي هو دعم القاده الرشيده لكم في كل مكان انتم تروحوا. احنا حابين ندعمكم، بس دعم ثاني. احنا ما عندنا، خلينا نقول دعم ثاني، دعم لفواله، بما ان فوالتنا على قولتهم مثل ما يقولون طايحه. ندعوكم السيد وايضا هزاع تتواجدون في قسم التراث مع غايه وتكملون الجباب هناك. باب وجبن، باب وجبن، كل شيء اللي تبون. مرحبا، تنورونا. احنا جايين بعدين. حالكم؟ الحمد لله بنعم. يا مرحبا والله. الله يسلمك. والله هو هذا الاكل الصح. انا اليوم ذهبت لكم فواله غير شكل اليوم. هذا اكل صح. خلوني احط لكم العسل. عاد اسمحوا لنا، ما وصيناكم تجيبوا لنا عسل اليوم. ما قصيتوا لنا وياكم عسل. الله يحفظكم. اخباركم طيبين ان شاء الله. انا اليوم اهم شيء اسالكم عن المغامره اللي سويتوها اليوم، شو كانت مغامرتكم على الفطور اليوم؟ مغامرتنا على الفطور، ما في فطور سريع بس. أساس إننا عارفين اليوم عندنا فوالة وما كثرنا. الله. أهم شيء تريونا كلنا التراثي. الأكل الشعبي والله يخلي الوالد والوالدة. الله يخليهم. أشياء تراثية هاي. هاي بالعكس هي هاي الأكل الصحي، مو ب. أنا بعطيكم خلطة الشباب الحين أول. هي نعم. تفضل. بجهز لكم العسل. علومكم طمنوني عنكم بعد. أهم شيء شو أكلة شعبية تحبها هزاع؟ والله خبز رقاق مع البيض و بيفوتك خبز رقاق عندنا باكر، حياك الله. انا اعرف واحد اسمه خديم برجود، اول ما يعنده يلقفني بقرص بخبز طوبه، يقول له ماشي هذا اكلي. هو اكل قرص الطوبه الشوبع. الله يذكره بالخير سيف برشود، يحط عليه بيض ويحط عليه كل شيء. نعم. الله يذكره سيف برشود، ما شاء الله عليه دوما يتغدى عيش وصانات لحم. انا منك هو يحب حتى يوم يقولوا تعال كل برجر وهالسوالف، قال لا ما داني هيك الاول لازم. والله ما طايق اكل، قال نعم انا اكلي هذا بالطوبه والاكل الشعبي. الله يحفظكم. اليوم زحونا هذا، الله خليش الوالده اليوم. نعم. العسل والشباب وما ادري شو بالهنا. هذا بالهنا مال اول حليل سيد. كلش متاكد انا اليوم جايبت لكم خطاره. يا سلام. خطاره لكن ما بتشلوها وياكم. ايه هذا الشيء كانوا يلبسونه الاول. اي نعم. الريايل. شو يسمونه هذا الاول؟ حلق له. هو هذا الصح اللبسي تحته هذا وزار. نعم بس شو يسموه؟ وزار ملون هذا مال اليمن هذا. نعم صحيح. نعم. حد يسميه سديري وحد يسميه القميص. القميص اي نعم. نعم. سديري هو اكثر سديري. نعم سديري مع البحار. نعم اكثر شيء يلبسه البحار وخفيف حلو بالنخل. نعم خفيف ويلبسه اللي يشتغل بالنخل. وهذا ما يسمونه مقصر. الوزار الازرق بالمربعات. ما هذا يعني ما ساده يلبسه تحتي. ما يسمونه المقصر خالتي بعد؟ مقصر بعد كل حد. زين الاول وايد احنا الاول خياطته غير تختلف عن الحين. زين يدوي كله يدوي. انزين الاول كان بهالطريقه يتسوى؟ يسوى بهالطريقه واح وتسوى لي الفصمه اللي هو شك بك. ايه هذا؟ نعم. سلمت. وكندورته وحلقه تراكمه الكندوره العربيه. نعم. صح. حد يسوي بهذا وحد يسوي بالعقمه. وهذا تسوونه انتم قبل نفسها. هي هي. شكرا. بالعقمه يسوون. شو القطع يعني اللي تستخدمونها ما قبل فيه؟ اللي هي الخفيفه اللي استخدموها القطن الويل يسموه ساسوني. هاي برواحهم يسوونها. هي رواحهم يسوونها. نعم. ساسوني يسموه الخفيف الكم كذا ساسوني. نعم. هذه الحين هي ساسوني بس مخلوطه مع نايلون. ما الساسون الان هذا اللبس الاصلي الحين ولا تلبسونه بون ولا ما اللبس الاصلي مو تلبسونها الحين ولا ما تلبسون؟ ها تلبسونها الحين يسوي له مخبى اول ما يسوي له مخبى مفتوح. مخبى هاي فتحته ما تلبسونها؟ هي مخبى الحين لا هذا الحين مخبى يسوي له. وهذا ما مسوي له فصمه لانه مال خياطه الحين
ولا احنا لا ما نسوي هذا نسوي لازم اهل البحر يلبسون ترى اهل اليبل بعد يلبسون طال عمرك نعم الحين نعم يصيروا يدورون عسل باليبل طال عمرك ها لبسهم اخف لهم شيء اخف لهم من الحر الحين الحين يصوروا على الميدار يصوروا على القبابه ويصوروا ايه صح صح عيالنا كلهم كذا ما شاء الله عليهم لا لبس لبسكم غير حلو يعني فيها يعني من العادات الأوليين نعم يعني بس إن في تعيشين على أيامهم البساطة هذه هذا التلين خدموا بيدنا وكان يسوون براحهم كل شيء براحهم صح وكان يحافظون عليه أكثر من الحين نعم يحافظون على هالأشياء نعم وأنت أخويا سعيد شو أجواء رمضان وياكم الحين والله أجواء كيف الأجواء ماشية يعني تونا بادين مثل ما يقولون بسم الله وبعدنا نفتقد لمة الأهل بعدكم ما تجمع الأهل الحين تعرف أنت الأوضاع اللي والمغامرات يعني ورمضان كيف أمورها بالعكس المغامرات ليلية دائما يعني تكون المساء لكن ما وقفنا يعني عن المغامرات يا سلام على الصوت اسمع هناك صوت طوبي كيف الحين بنذهب لك حار إن شاء الله إيه والله يا بعد يا سلام أو صح وش المغامرات اللي مخططينها لعقب العيد والله أنا عندي مغامرة إن شاء الله بتكون عالمية إن شاء الله مفاجأة بس بيكون إن شاء الله إنجاز على مستوى ما في شيء حصري لقناة الفجيرة يعني اليوم خليها مفاجأة إن شاء الله إن شاء الله تعالى. ما نقول بنقول كل شيء إحنا إيه بس إحنا ترقبوا الجديد نعم الحمد لله أنا وأخوي سعيد كل سنة نعطي شيء جديد صراحة يلا الله يعطيك أهم شيء يوم بتكون إحنا نبرز هالأشياء إن شاء الله هاي دولتنا وخشوخنا عتاج على راسنا نعم. إن شاء الله إحنا يعني مثل ما قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجمل شتاء في العالم نعم. ونحن بنقول إن شاء الله بنشوف أجمل صيف في العالم إيه. إن شاء الله اليوم بتون عند سيف برشود خبروني أنا بي وياكم إن شاء الله بنسوي مغامرة أربعة وأنا هالإنسان سبحان على طبيعته هي. إنسان بسيط بساطة نعم إنسان بساطة وريال خلوقي وكلمة خديم برشود يعني هاي خدمتي أنا نعم صحيح يعني خدمتنا هذه نعم. اللي وريال مزروعي نعم صحيح ويوم قلنا بنسياك هايك رحب فينا والمكان اللي وياه هذا من أجمل الأماكن في الدولة نعم صحيح لأن فيه نهر يمشي نعم وسبحان الله قولش بالغروب كان في الصبح سريع وبالغروب خفيف ما أدري هاي هم يخبروننا نعم هم عارفين صحيح. فعندهم هناك اسم الوادي مورد فسوينا هايكنج وخلينا يمرون على يعني بالوادي يشوفون الحياة حتى عندك هذا في في الكثفة الماء اللي هو ضفدع شو اسمه هاي الضفدع ضفدع صدع صدع ضفدع صغير حب حب هي هي مو هذا كل واحد يسميه وحد هو يعني يشوفونه اللي يصور الأجنبي يتكلم حد مسميات وايد وايد نعم وبنفس الوقت خدم برشود يراوينا يخدم برشو ريال فكاهي نعم سوالف والحمد لله بعد عندنا شيوخ يشاركونا في الهايك الشيخ عمر بصقر القاسمي ما شاء الله فمستمرين ويانا شيوخ يعني الكل كنا يعني كان سبحان الله نكون في الهايك يعني كان عائله واحده واسره واحده بالعكس شو العادات اللي مستمرين عليها للحين العادات الاوليه تشيلون وياكم حبال وغيره هي لازم هذه يعني نعتمد على المكان اللي بنسيره في أماكن صعبة دائماً حص سيفتي يعني سيفتي يعتمد على نوع الرحلة ونوع المغامرة اللي نقوم بها صحيح وفوالتكم تشيلونها وياكم لا لا يسوي لنا خبز رقاق لا إن شاء الله ويسوي لنا لا لا هو هناك إحنا يوم نسوي هايك نعم على فكرة نحب الأكل الشعبي الشعبي نعم اللي هو الخبز الدرام الصالون هم يحبون تي نعم. ما يحبون ذبايح تحس انك ما سويت شيء في شو اكله شو اكثر اكله شعبيه تحبونها تسوونها دومكم هي الخبز الرقاق والقرص والقيمات ومن يخدم لكم هناك وانت تسوون الفنيوره انت تايتب الهاي وشوف اللي يديه طال عمرك الدرام هو خبز التنور ما يقصروا يعني هناك ها خبز التنور هو خبز الدرام لا الخبز لا. الدرام غير غير اللي هو اللي يسوونه بس نحن نسوي حاجه نسوي في الدرام في التنور هي نفس الشيء سوونا الخبز التنور يعني لهالي احيانا كتبوس يوم نخلص الرحله نجيبهم على طول مكان اخواننا الاستراحه شوح الاستراحه عندنا راشد مرشود وسعيد الحزمي ما قصروا يعني خبز تنور عيش فريد يعني كل شيء الأكلات الشعبية يعني. والذبايح وغيرها تشيلونها وياكم؟ ذبايح مرة الذبايح ما يشيلوا يعني لكن نطبخها ونسويها نعم. أهم شيء ذبايح السوق ولا ذبايح عربية؟ والله نمكس فيها ما نخليها خلاص لأن العدد العدد اللي ويانا ما شاء الله فوق 600 700 في الوريعة وصلنا 1000
فانت كم ذبيحه تبيت اذا خلصوا لنا الزار بديني. وسعيد اكيد تحب صالونه اللحم. اكيد لازم صالونه اللحم. اهم شيء مكبوس الوالده لازم يعني. اهم شيء المكبوس ها؟ مرشود ما بياكل وياكم المكبوس. الله يبقى بخير ان شاء الله ويطول بعمره وعماركم جميعا يا رب. والله يعني في رحلاتنا دائما نعتمد على الاكل الشعبي. ناخذ ويانا البثيثه القروص هذه اللي وزنها خفيف ورابين عليها وناكلها يعني دائما في خبز تنور يعيش. نعم خبز تنور يعيش صحيح. يعني يوم يومين ما يخرب بسرعه. اشيل وياها جبن واشيل وياها بيض هناك. والله نشكركم على حضوركم ويانا اليوم استمتعنا وياكم. والله نشكر قناه الفجيره ما قصروا ويانا والله كلكم ما قصرتوا والله. الله على الفواله والله يخليه بعد الفواله وان شاء الله ما يجمعنا في يوم غير باذن الله ونجيب لك مرة لكم عسل عاد عشان ما يصير يا اخي ما يجيب لكم شيء ما يصير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ردي لكم حمدة ومروة ونترياكم باكر ان شاء الله. سميدكم ان شاء الله. طبعا احنا والله حابين ان احنا نشكر بتغامرون ويانا خبركم الحين. ايه ان شاء الله ان شاء الله بنحطيها في بالنا بنحاول بعد ان شاء الله باذن الله اذا قدرنا نجيب الهايك يعني هن الاوليين يسوون بعد اكلات شعبيه فما خليهم يطلعوا عليهم فوق لا يترياكم تعال يسووا لك او بيسووا لك ان شاء الله. صحيح والله احنا حابين نشكركم صراحه استاذ سعيد وايضا ان شاء الله الحق علينا في الفاير سحر بس معلش احنا بنسد الحيه والله الحمد لله نتمنى نكون خفيفين عليكم اليوم ان شاء الله. شكرا بالعافيه شكرا شكرا على تواجدكم اليوم. تبون ولا جايين لكم جايين ترى المباراه خلص بس جايين بس يا مرح الساعه جايين لكم بس مشاهدينا طبعا دمتم في امان الله ورعايته تابعونا باكر ان شاء الله في نفس الموعد. تريونا باكر في ليله رمضانيه مميزه بفوالتنا وفوالتنا دوم غير على شاشه التلفزيون الفجيره وفي امان الله.